مساء الخير يا جماعه، انا اول مره اطلع لايف على انستغرام، ف جالي اسئله كتير جدا ان شاء الله اجاوب عليها. اكتر حاجه بحبها في هنا كل حاجه بحبها في، لكن اكتر حاجه ما بحبهاش في هنا الزن، بدليل ان هي سائله السؤال ده وعملت زن دلوقتي حالا وانا في اللايف. في فكره طبعا جاي استجمعنا قريب انا وهي فيلم، بس دي عايزه بقى حسابات كويسه قوي وان شاء الله. اكتر ممثلة حبيت الشغل معها، اخرج هنا بره المعادلة عشان بس شهادتي بيها مجروحة، او روبي يعني الاكثر مهية وحضور وفي الحياة الطبيعية تحت معادلة. ثلاث حاجات هنا عايزة بطلهم، العصبية طبعا لان هي عيتني اصلا بسبب العيب بتاع العصبية. ثاني حاجة الصراحة المطلقة، يعني ده مش مطلوب خالص في شغلانتنا دي، المفروض الواحد يطلع بشخصيتين واحدة كاميرا واحدة وراها. ثالث حاجة بقى عايز اغيرها هنا، انا بطل اللعك واعمل لك اللي انت عايزه كله، ده لسه بطل والله عشان ارتاح جامد. اكلتي المفضله